السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم معي في القناه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. اليوم غادي نوجدوا هذا التشيز كيك اللي غنحتاجوا فيه 400 غرام ديال صابلي مطحون. كيجي بهذا الشكل، كطحنوه اولا كدقوه بالمدلك. انا طحنته البنات في هذه الاله هذه. غنضيفوا لي هذا الياغورت، غنخلطو بهذا الشكل. غنخلطو تيتخلط مزيان. من بعد ما حصلنا على العجين تاع البسكوي بهذا الشكل، خدينا هذا المول على شكل قلب. كل واحد كياخذ المول اللي متوفر عنده في البيت ديالو. درنا العجين تاع البسكوي في المول، بقينا كنوركو عليه بحال هكذا بهاد كاس ولا شي حاجه تكون مسطحه من التحت حتى كيتساوى العجين في المول بشكل متساوي. يمكن لكم هاد البودره تاع البسكوي تخلطوها مع الزبده، 100 غرام تاع الزبده مذوبه حتى هي كتجي مزيانه. انا كنفضل ندير معها الياغورت حتى كيجيني احسن. من بعد ما كيجينا في هذا الشكل غندخلوه المجمد مده ساعه تقريبا. هذه هي لاباز ديال تشيز كيك ديالنا. من بعد غادي نمروا للمرحله الثانيه. البنات دابا غادي نبداو بتحضير الطبقه الثانيه ديال تشيز كيك. غنحتاجوا الجبن، 400 غرام ديال الجبن. اي جبن كيكون متوفر عندك تقدري ديريه. غنحتاجو 600 مليلتر ديال القشدة الطرية، لا كريم فريش بهذا الشكل. غنحتاجو 3 المعالق ديال السنيدة اولا 2 المعالق حسب الذوق. انا حيت ما غنديرش الفاني ما متوفرش عندي ضفت معلقة ثالثة. غنبداو ان شاء الله. ناخذ الجبن ديالنا، نضيفوا ليه السنيدة، بعد ما ولا بحال هذا الشكل غنضيفوا القشده الطاريه ونكملوا نخلطوا جميع العناصر حتى تندمج مع بعضها البعض ونشوفوا
جميع العناصر غنبقاو كنطربوا فيها حتى كتولي عندنا لا كريم ديالنا واجده. البنات هذه لاكريم ديالنا من بعد ما وجدناها غنصبوها في المول اللي بهذا الشكل. غنبداو نقادو الجوانب بهذا الشكل. غنبقاو نبقاو هكذا كنصايبو في الجوانب حتى كنصايبوها كلها كنساويوها مزيان. غتبقى لينا المرحله الثالثه اللي غنديرو بالشوكولاط. البنات بالنسبه للمرحله الثالثه غنحتاجو 200 مليلتر ديال القشده الطريه، غنحتاجو 350 غرام ديال الشوكولاط كحل حسب الذوق، غنضيفو الشوكولاط لاكريم ديالنا، من بعد ما يذوب غنوريكم المرحلة الأخيرة ديال فاش نبغيو نصبو على الكيك ديالنا. هذا هو الشوكولاط ديالنا من بعد ما ذوبناه. غادي نضيفو دابا غنضيفو الطبقه الثالثه من بعد ما خرجنا المول ديالنا من المجمد اللي خليناه فيه مده ساعه كامله. غنضيفو ليه الشوكولاط بهذه الطريقه. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال تشيز كيك من بعد ما خرجناه من المجمد. كيجي زوين بهذا الشكل. هاد السكريات البنات اللي درت الفوق انا خديتهم من محل تجاري، كيجيو بهذا الشكل. نوريهم لكم هما هادو كيكونوا بحال هكذا. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو وتدعموا القناة بجيم واشتراك باش يوصلكم كل جديد. في أمان الله.